تعد محلات الألبان في المحافظات واحدة من المحال التي يقبل عليها محبيها نظراً لما تتمتع به تلك البقالات الصغيرة من نظافة وتجدد، بالإضافة إلى الطعم الذي يستلذ به عشاقه بغض النظر عن كيفية تصنيع تلك المنتوجات. احنا حالياً نشتغل بلبن الغنم لنعاجل له ولبن البقري، عندنا مننتج اللبن البقري ولبنة الإنعاج، وعندنا لبن بقري ولبن إنعاج، وثم الجبنة حوالي 3 أنواع من الجبنة بنطلع طبعا، المبسترة والمالحة والنصاصي. النظافة هي المقاييس، النظافة في ميزان كثافة من زين الحليب، في ميزان فحص الحموضة بنفحص حموضة الحليب، في أهم شيء بهي المصلحة بمصلحة الحليب بالذات والألبان هي النظافة الأساسية، هي يعني اللي بنركز عليها أكثر شيء يعني. أسماء تتردد على ألسنة هؤلاء المشترين، فأصبحت الثقة بين البائع والمشتري كبيرة بغض النظر عن وجود التزام تضعه الحكومة، وفي ظل عدم تجديد الرقابة عليها، فمسألة استخدام الحليب لصنع الألبان أصبحت متعلقة بالضمير وذوق المشتري. والله يعني النوعية الجودة، بعدين أنا بجرب كل المحلات، صار بجوز 3-4 سنين بتعامل مع هذا المحل، لبن كويس وجديد، ويعني أنا بحب اللبن الحلو، والسنيور بلبن والله ما يعني لا يعلى عليه اللي عنده. علاقة حميمة تمزج ما بين البائعين والمشترين، فمسألة الدقة في الصنع واستخدام الحليب البقري والعرض المغري لأعين الناس والأسعار المنافسة لتلك المحال جعلت منها الأفضل والألذ لتكون تلك الألبان وجبة متكاملة وصحية لكل من يعشق مذاقها. لقناة رؤيا، مي السلاوي.